صباح الهنا عليكم جميعا، واهلا بكم معايا في مطبخ نونا. معاكم نونا الحجيري، اهلا بيكم، وربي كده دايما تكونوا بخير وبصحة كويسة، وكل سنة وانتم طيبين بدخول المدارس. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة سهلة وبسيطة والاطفال كلها بتحبها، كريمة شوكولاتة اللي هي شوكولاتة الدهن او نيوتيلا. نيوتيلا في البيت بايديكي انضف وارخص كتير من الجاهزة، ونفس النكهة ونفس الطعم، وتقدري تستعمليها في الحلويات مع الكريب الحلو او في حشوة الباتيه الكرواسون، وممكن سندوتشات للولاد. سهلة وبسيطة كويسة جدا، ويلا بينا نشوف مع بعض المقادير. وبداية انا متشكرة جدا لكل المتابعين الجداد، واي حاجة تحبوها مني، اي وصفة يا ريت تكتبوها لي في التعليقات، ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم جميعا. واهلا وسهلا بكل من بيحضر فيديوهاتي لاول مرة، يا ريت تكرموني باشتراككم وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد باذن الله. نبدأ مع بعض مكونات النيوتيلا. انا معايا نص كوباية لبن حليب، ومعايا كوباية سكر بودر منخول، ومعايا كوباية زيت، ومعلقتين كبار لبن بودرة ايا كان بقى اي ماركة تحبيها نيدو او غير، ومعايا هنا 6 معالق كبار نسكويك. نسكويك الباكت ده، العلبة دي اللي هو الكيس ده، انا فضيته وعيرته بالمعلقة طلع فعلا 6 معالق كبار. تمام. نكهة بقى البندق، نسكافيه بالبندق، سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا نشوفها مع بعض هنعملها ازاي، واهم شيء ان هي بتعمليها في الخلاط الكهرباء. يلا بينا مع بعض. هنبدأ مع بعض نضيف المكونات في الخلاط بتاعي. ادي اول حاجة معلقتين اللبن البودر، وادي 6 معالق بتوع نسكويك، والسكر البودر، تمام، والنسكافيه، وادي الحليب، وتخلطي كل المكونات بسم الله. خلطت المكونات كده مع بعض، هنزل بقى في الاخر، اخر حاجة بنزلها الزيت. تمام. واكمل خلط. اوكي. بسم الله. كده النيوتيلا بتاعتي خلصت، بس في بقى خطوة اختيارية، عايزة تعمليها تعمليها، مش عايزاها اوكي براحتك. هنا بقت جميلة جدا، تمام، وتعجب كل الاطفال وحلوة قوي، يعني ما فيهاش اي مشكلة. بس انا بالنسبة لي ان مشكلتها ان هي سكرها كده حلوة حلوة بزيادة، بس بالنسبة للأطفال عادي. أنا بقى لو أنت زي مش بتحبي الحاجة سكرها عالي، فممكن تكسري سنة السكر ده، نفس الخطوات كده عادي زي ما عملتها، بس بتروحي بقى ضيفة معلقة كاكاو خام اللي هو كاكاو المر اللي هو بحطه بقى للكيكات والكلام ده، تمام، هيقفل معاكي الطعم، هيكسر السكر اللي فيه سنة، وفي نفس الوقت لونها هيغمق، يعني اللون كده واضح لونها هيغمق مجرد ما ايه هنزل عليها اهو اللون، مجرد ما هنزل عليها بالكاكاو الخام واضربها ضربه تانية وارجع لك. عايزه توقفيها على كده، هي كده اوكي، هي كده خلصانه، يعني ما فيهاش اي مشكله. بس انا هضيف معلقه الكاكاو المر ده علشان اكسر طعم الحلو اللي فيها اللي هو السكر باودر، ونسكويك طبعا دخله سكر، فانا هقفل بس السنه
وهتلاقي في نفس الوقت لونها غمق. تمام، لحظة هضربها ضربة كده في الخلاط بسرعة وارجع لك اوريها لك. ورجعت لكم تاني، وخلاص دلوقتي انا زودت شوية الكاكاو اللي قلت لكم عليه، غمقت لونه شوية وكسرت طعم السكر اللي فيه شوية. لو حابة بقى تعملي انت تقللي السكر من الاول براحتك، تظبطي الطعم وما تحطيش كاكاو، قللي بدل السكر اللي اتحط الكمية حطي كمية اقل. لو انت مش حابة تحطي الكاكاو المر اهو، بسم الله ما شاء الله، اهي شايفة القوام بتاعها. هنحطها دلوقتي مع بعض في البولة ونشوفها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيك؟ بسم الله ما شاء الله، نيوتيلا في البيت، جميلة جدا ريحتها. النسكافيه اللي حطيناه بالبندق ريحتها بندق جامد جدا، والطعم كمان غني ولذيذ. دي تقدري تعمليها زي ما قلت لك للحلويات، سندوتشات للولاد تتحط في الثلاجه. على فكره هي بتمسك بتتقل، مش بتمسك بقى بتبقى مهلبيه، لا يعني هي قوامها بيتقل مجرد انها لما بتحط في الثلاجه شويه تحطيها بقى، ما تسيبهاش طبعا في حاجه مفتوحه كده علشان ما تلقطش ريحه او تكرف اي ريحه زي ما بيقولوا، او اي طعم من التلاجة. دي بتتحط في برطمان، بتكوني غسلاه بميه سخنه معقمه الاول نضيف جدا، وبتسيبيه ينشف وبتمسحيه مسحه حلوه وبتعبيه وبتقفليه يكون غطاء محكم، او في علبه من علب التلاجة اللي هي برضو بغطاء محكم. ادي يا ستي دي كانت وصفتنا النهارده، ويا رب النيوتيلا بتاعتي تعجبكم. واهلا بيكم في مطبخ نونا، ويا رب اكون وصفاتي على قد الايد وموفره لكل ست بيت واي بنوته صغنونه تحب تدخل المطبخ تعمل اي حاجه جديده لذيذه. دي تقدري تعمليها للكيك، تغطي بيها الكيكات، تغطي بيها التورتات، جميله جدا وطعمها حلو، وكفايه انها بايدك ونظيفه وموفره. وما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي معايا في القناه لو انت ضيفه. واهلا وسهلا بكم في اي وقت. كانت معكم لنا الحجيري، صحتين وهنا يا رب.